مهرجان الوثبة 2015، حيث نتابع هذه الانطلاقات والتحديات المثيرة لدى انطلاقة أيضا سن السرعة سن الحقائق. نتابع انطلاقة الشوط العاشر الخاص بأيضا القعدان، وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول وبقية المراكز. الجوائز النقدية القيمة 4 كيلومترات هي رحلة ومسار هذا الشوط. نتابع المقدمة، وفي المركز الأول ياتي شرط على المركز الأول لسيد محمد بن خلفان الرفيس الاكتبي على مقدمة هذا الشوط، ولكن من الجانب الآخر غير مياس إلى المقدمة وأعلن أيضا بالانطلاقة حمد بن محمد بن عتيق المهيري من يعلن بانطلاقة مياس. بينما المركز الثاني هنا من تقدم مشاهدين الأعزاء هملول لسيد نايد بن مسلب بالزفنة العامري، والمركز الثالث التدخلات الخطيرة والانطلاقات المثيرة للقاية هنا بشعار بن عمان من تدخل أيضا على المركز الثالث. المركز الرابع وصول أيضا في هذه اللحظات محذر لسيد عبدالله بن صالح بن طرشوم العامري، والمركز الخامس ياتي أيضا شاهين لسيد محمد بن سالم بن صروخ النعيمي على المركز الخامس. بينما المركز السادس شرط لسيد محمد بن خلفان الرفيس الاكتبي خذ المركز السادس في هذه اللحظات. وننتقل إلى المركز السابع من الجانب الآخر، ديبان لسيد ناصر بن عبد الله العطية خذ المركز السابع. بينما المركز الثامن نتابع هناك التدخلات السريعة من الصارم الصارم نايف بن علي بن سالم المغيري من يعلن أيضا بالمشاركة لدى انطلاقة الصارم، من تدخل ضمن المراكز المتقدمة. 9 المراكز يصل أيضا ظبيان حمد بن محمد بن حمد الفهيدة المري، والمركز العاشر ياتي معزم لسيد سعيد بن سالم بن علي الوهيبي من يقدم أيضا معزم في هذا الانطلاق مع المركز العاشر في هذه اللحظات. وانتقل مشاهدين الأعزاء إلى المركز التاسع، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصراع والتحدي والتنافس الجميل والرائع هنا في ميدان الوثبة، حيث يشهد هذه المنافسات القوية مقدمة هذا الشوط. محذر على المركز الأول ياتي بهذه الانطلاقة الرائعة والجميلة عبد الله بن صالح بن طرشوم العامري من يقدم محذر في هذا الانطلاق. المركز الثاني حشيم لا سيد راشد بن هلال بن محمد بن سالمين الخيالي يقدم أيضا مشاهدين الأعزاء هذا الاسم في هذا الانطلاق مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل أيضا شاهين محمد بن سالم بن صروخ النعيمي من يعلن بوجود هذا الاسم مع المركز الثالث. تحركت الأسماء، انطلق ظبيان على المركز الرابع في هذه اللحظات، تواجد ظبيان حمد بن محمد الفهيدة المري، وصول ديبان لا سيد ناصر بن عبد الله بن علي العطية قادم من الجانب الآخر في هذه اللحظات. تحركت القعدان، طارت القعدان، حلقت في سماء الوثبة من خلال هذا الانطلاق. وصول أيضا معزم سعيد بن سالم الوهيبي مع المركز السادس في هذه اللحظات. عزم يا الوهيبي تحت العزايم غنايم مع المركز السادس في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هذا الشوط، الله يا هذه المنافسة، الله يا هذا التحدي. العودة إلى المقدمة، محذر محذر على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول عبد الله بن صالح بن طرشوم العامري من يأتي بانطلاقة هذا الاسم. المركز الثاني تدخل أيضا في هذه اللحظات ديبان ناصر بن عبد الله العطية مع المركز الثاني، بينما يأتي حشيم في المركز الثالث راشد بن هلال بن محمد بن سالمين، ووصول خطير في هذه اللحظات من الجانب بالآخر. الله يا سلام، تدخلت الأسماء، انطلق الكل، وصول خطير هنا من الجانب الآخر. شاهين شاهين عوض بن صالح بن محمد الرزق من يأتي مع المركز الثاني ليفاجئ الكل بهذا الدخول نحو المركز الثاني، ولكن الصدارة ما زالت تحت أقدام محذر مع 300 متر الأخيرة، 300 متر الأخيرة يا بن طرشوم روح مع الصدارة. عبد الله بن صالح بن طرشوم العامري من يأتي مع هذه الأمتار معلنا بانطلاقة محذر، حذر محذر بأن هذا الناموس لأيضا لصالح بن طرشوم، وسلالة الحذر، سلالة الحذر. الله يا
سلام يا سلام، انتاج الصبا تهانينا والناموس لا سيد عبد الله بن صالح بن طرشوم العامري على فوز محذر بالمركز الاول. المركز الثاني حشيم راشد بن هلال بن سالمين الخيلي، بينما المركز الثالث اتى ديبان ناصر بن عبد الله العطيه، والمركز الرابع كان من نصيب شاهين محمد بن سالم بن صاروخ النعيمي، والمركز الخامس اتى ايضا شاهين عوض بن صالح بن محسن ال رزق. ما شاء الله تحدي واداره، ولكن محذر اتى مشاهدينا الاعزاء ليختطف ناموس هذا الشوط ويهديه ايضا مشاهدينا الاعزاء الى مالكه عبد الله بن صالح بن طرشوم العامري بتوقيت زمني. سلام مصانع الجنوب، 6 دقائق 6 ثواني جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني اتحشيم في المركز الثاني راشد بن هلال بن سالمين الخيلي ايضا بتوقيت زمني مشاهدينا الاعزاء مقداره خلال رحله 4 كيلومترات بهذا التحدي بهذا التنافس بهذا الاداء الرائع والجميل والمميز مع انطلاقه هذه النوعيات التي تاتي بكل ما هو جديد نحو ايضا هذه الاصاله نحو هذه الرياضه. توقيت صاحب المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء كان ايضا 6 دقائق 6 ثواني 7 أجزاء من الثانية، بينما من أتى في المركز الثالث كان هناك أيضا ديبان ناصر بن عبد الله العطية بالتوقيت زمني مقداره 6 دقائق 7 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائز.